زياده حطيناها وجود والله انتم ابدعوا. لا والله ما قلنا للفقد وما الفقد في لحظات ممكن لا يكون فقد كلي وفاه او ذا ترى مثلا الغيبوبه مثلا من الزهايمر ترى اشياء تعتبر فقد يعني انت لن تحصل على الشخص اللي كان سابق يعني في موقف لكني ما ودي اذكر الاسماء خشيه ان الام على ذكرها لكن نذكرها كقصه بدون ذكر اسماء ولا هم يعني اقارب وقريبين جدا. المراه الصالحه صاحبه الكرم والجود اللي لها تاريخ ومعروفه بكرمها وطيبها اصيبت بالزهايمر وهي على قيد الحياه ولا زالت فزارها احد عيالها وهو جايها ويسلم عليها ويحب على راسها ودائما يعني حتى في صحتها وفي عافيتها كان دائما مبادرين الى بره اسال الله سبحانه وتعالى ان يمده بالصحه والعافيه وينزل عليها الشفاء يا رب. في يوم جاء يسلم عليها وهي امه في يوم جاء يسلم عليها وبعد اللحظات يعني حزينه ما الان هي ما تذكر اي احد بس انها تقول الكلام اللي هي متعوده عليه سابقا من الذكر ومن القصيد ومن المواقف. في يوم حب على راسها وسلم عليها ومسكت بيده وناظرت فيه ناظرت فيه شوي ناظر فيها ويسألها كيف الحال أساس طيبة إن شاء الله شلون صحت قالت لا إله إلا الله والله إنك تشبه لولدي فلان وهي عجيب ما إنها ما تمالك نفسها في ذاك الموقف ترى مهما كان من لحظات الفقد يبقى فيه زرع من الوفاء والمحبة ما تروح مهما كان نعم. سواء لا على اللي مات ورحل قلنا أهل أخويا أصحابه يذكرون بالفعل الطيب ويبرونا بالصدقة ولا حتى على فقد مثل الغيبوبة مثل الزهايمر صحيح. تلقى يا أخي خلاص أسياب المستشفى تعرف المرين عليها تحسب خطواتهم خطوة خطوة نعم. لأنهم كل يوم يعتبرون أن زيارته هي وقود لهم للحياة نعم. انتهت حياته الحقيقية من ناحية صوته وجوده في البيت ومكانه في المنزل لكن ما ينتهي أثره هو ما ينتهي محبته ما تنتهي زيارتنا له اللهم لك الحمد الوالد عندنا في البيت يا سلام اللهم لك الحمد الحمد لله توفيق الله الوالد عندنا في البيت و